في خطوة هامة وداعمة للقطاع الزراعي في محافظة صنعاء، دشنت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة توزيع عدد كبير من المعدات الزراعية على الجمعيات، وبتكلفة بلغت أكثر من 340 مليون ريال. هناك لدينا جمعيات قطاعات، وهذه الجمعيات لديها امتداد في العزل، جمعيات العزل، وسنقوم بدعم المزارع على أساس تقليل الكلفة كما وجه بها السيد القائد حفظه الله، أن من أساسيات وعمل الدولة تحسين التسويق، تقليل كلفة الإنتاج وزيادة تحسين الإنتاج. إن شاء الله تكون هذه توزيع هذه الحراثات وإدارة هذه الحراثات النواة للنهوض والإحداث نهضة زراعية في محافظة صنعاء. نأمل من بقية المحافظات أن تحذو هذه المحافظة، وسوف يتم خدمة المزارعين عبر هذه الجمعيات، وسوف يكون هناك توسع في الأراضي الزراعية، وبالتالي زيادة الإنتاجية في محاصيل الحبوب وغيرها من المحاصيل والبقوليات وغيرها. هذا المشروع الحيوي الهام يسهم في استصلاح الأراضي الزراعية وتوسيع مساحتها واستحداث مساحات جديدة، كما أنه يقلل من الكلفة على المزارعين في زراعة الحبوب والبقوليات في مختلف مديريات محافظة صنعاء. كنا بأمس الحاجة إلى هذه الحراثات وإلى هذه المعدات، بما في ذلك أنه يوجد لدينا بعض المديريات لا يوجد بها حتى حصاطة واحدة، ولله الحمد ستعيننا هذه الآلات على تقليل التكلفة في زراعة الحبوب والبقوليات. هذا المشروع هو زيادة الرقعة المساحة الزراعية لزراعة محاصيل الحبوب والبقوليات والذرة الشامية في محافظة صنعاء، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد. ونأمل من خلال هذه الخطوة أن تكون خطوة حافزة وداعمة للمزارع في التوسيع في عملية المساحات الجديدة. مساء حثيثة تبذلها الجهات المعنية تهدف من خلالها لدعم المزارعين ليتوسعوا في المساحات الزراعية، وبما يحقق زيادة في الإنتاجية، وتعد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الحبوب والبقوليات.